واصدح واصدح بالقرآن، أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران، فيه الرحمة والغفران. برد يا شبر الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، برد يا شبر الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. درسنا نحو كب الله بنا يا سورة الفتح. سورة أموقت سورة ير إني تهي آدنا أقابا مرك الله آنيه سورة دادير في كتاب الله جل وعلا كس أرورتي، وسورة آد يدو علوس يدو قرآن كسورتي سودان علوسيهين سورتنا سورة دكال آني كدعين مربها دي اسكدو دو بكلام الله أي ويهي قرآن كريم كأ هذا الصورة دن مركلة ملع سدواحي حنبار سنتها أو تاريخة مركلة ملع سدواحي حنبار سنتها أو تشريعة سدا أي وجاها ورنتي أما بقى أي قيب وجاها هيد إزبدل الكوين أي كيميد مجراها الدعوة ذاد أما بمريكا الدعوة ذاد أما بمرور الدعوي وح كيميد وح لقياسي كرمهم سيدا سورة دو أي أقوب الله فتحا مبينا بشأن مبين وحن بارسنتا وحوين أو تاريخة أو رنتي أن سوكو بكرب سورة دو حن بارسنتا، لكن قادة ديق أرنكا وكو أبار مدونا درتي صوصة دي رب إنا وفجيو كلية تعاو وحن قلينا وأرر لحريرتا موضوع عص. سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا في كلام الصحابة مركز ديب لو قول لابتو سورة الفتح بأيقانين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب يقينين. صحيح البخاري سنة عبد الله المغفل قالي إسنا أحو تلمامي إنو النبي صلى الله عليه وسلم وأقري سورة ما لنتي مكلف رني، طبعا ما لنتي مكلف رتوى سنة كسيدة ده هجرية ده ونسوع العلي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حديث سهل ابن حنيف أحوتي المامية سورة سيدي عجائب لها يتهدي حتى دقال أي دات كفار لها يتهدي دقال أي قليل لها يين. ولذلك مقالة حاج استله سورة الفتح أي سودكتي ولا يعرف لها اسم آخر، ولا يعرف لها اسم آخر أيضا مقع كلا ولو يقان أنو جرين
sababta suuraddan loogu magacaabo suurat alfatx ayaa waxay tahay waxay xambaarsan tahay fatxi oo waxaa loola jeeda aan ogaan doonno oo nebiga sala allahu caleyhi wasalam rabbigay uu ku tashriifiyey. marka aanu milicsanno mustalaxa cilmiga ah ay dadka iyagu aada iyo aada isugu howliya culuumul qur'aanka mustalaxa markaan milicsanno suuraddan iyadu waa madani, maxaa yeelay waxaan hore usoo tilmaanay daabidka ama halbeega lagu kala saaro suuraddu inay maki tahay inay madani tahay, iyada aqwaal fara badan ay jirto ay culimmadu waxay leeyihiin madani waxaa lagu magacaabaa wax alla wixii soo degay bacda alhijra, xitaa meelan madiina ahayn baa ku degaya, ayaddu meelan madiina munawara ahayn ba xataa hadday kusoo degto suuraddaas ama ayadda waxaa lagu magaca madaniya. maxaa yeele waxaa la eegayaa qolyahaas waxay ku saleen halbeegooda qaybiska ku salaysan waxay ku saleeyeen iyagoo eegaya dhanka taariikhda ka eegay oo leh taariikhiyan suuraddan goormay soo degtay, bacda alhijra wa madaniya, qabla alhijra wa makiya, numarawat meeshay doontaa kusoo degto ama makaha kusoo degto ama madiina ha kusoo degto amaba meelaha u dhexaysaba ha kusoo degtee. hadda waxay tilmaamaan suuraddan iyada ah mar haddiiba ay soo degtay waqti sidaas oo kale madaniya lagu tilmaamay, maxaa yeelay waxay kusoo degtay meel lagu magacaabo quraac alghamiim bay kusoo degtay. quraac alghamiim waa meel u dhexaysa maka il madiina munawara, waa tog laba foof u jira maka ama saddex mayl u jira casafaan ee dhulka maka ka mida. waxaa kaloo la tilmaamaa iyadan inay kusoo degtay meesha loo yaqaan badjaan, iyadan waa la tilmaamaa oo ah buur iyadoo maka u dhoweyd, habeen inay soo degtana waa la tilmaamaa. waliyaalika waxaa la tilmaamaa suuraddan inay tahay min alqur'aani alleyli, suwartii ama qur'aankii soo degay habeenka soo degay, yacni suwar waxaa jira soo degay fi nihaar iyo suwar waxaa soo degay jira soo degay fi leyl. suuraddan waxay soo degtay sanadkii lixaad, laakiin markuu ina leeyahay asaxaabiy aljaliil nebiga wuxuu aqriyey markuu maka maalinkii maka la furtay markuu leeyahay waama sanadkii sideedaad, laakiin soo degitaankeeda wuxuu ahaa sanadkii lixaad markii hijradii laga soo laabtay ama nebiga sala alay wasalam uu kasoo ragaal celiyey xagga alxudaybiya, waana intii aanay dhicin ghaswat khaybar, yacni bimacnaa alxudaybiya sanadkii lixaad, khaybar sanadkii toddobaad, fatxu maka sanadkii sideedaad, sidaabay marka taariikhdu ay ahayd. waxaa kusoo aroran muwatta sanad gelayay cumar bn khataab radia allahu anhu ardaahu, nebiga sala alay wasalam oo musaafir ah ay ahayd xilli uu kasoo ragaal celiyey xagga alxudaybiya, habeenna ay ku beegnayd dadka la socdaalayana uu cumar bn khataab qeyb uu ka ahaa ama uu ka mid ahaa, ayaa cumar bn khataab su-aal wuxuu weydiiyey nebiga sala alay wasalam, nebiga uma jawaabin, cumar wuu soo celiyey looma jawaabin, wuu soo celiyey looma jawaabin. kadib wuxuu yidhi thakalat ummu camr ama ummu cumara, waqay cumar hooyadii ay weydaaye ay gablantaaye, nebiga sala alay wasalam saddex jeer baan su-aashii weydiiyey imana jawaabin, marka wuu baqay cumar, baqdin baa soo gashay. yacni ma sahlana adoo la hadlaya nabiyulaahi muxamed, cidda la hadlaysaana uu yahay ninka culayska cumar bn khataab radiallahu canhu oo dadka ugu jecel yahay ah aqrabu annaasi ilaa rasuulilahi sala alay wasalam ah, inaan loo jawaabin arrinkaa culays buu ku noqday ama murug bay ku ahayd cumar bn khataab radiallahu anhu ardaah. wuxuu leeyay marka markiiba ratigeygii baan dhaqaajiyey oo markiiba waan dhaqaaqay dadkan ka hormaray buu yidhi, anoo ka baqaya inuu qur-aan igu soo dego, ilan shanigu inuu shani sahlan maahan. in yar kadibba waxaan maqlay nin ii qayliyaya oo ilaah gadaal ka qaylinaya, yasrukhu bi, waxaan idhi laqad khashiit an yakuuna nazala fiya qur'aan, ninkan iga daba qaylinaya amuu tolow ii sheegi doonaa qur-aan anay igu soo degay, ilan shanigu shani sahlan maahan. kadib nebigaan u imid, waan salaamay, assalaamu calayka yaa rasuul allah. kadib nebigu wuxuu yidhi laqad unzilat calaya alleylata suuratu lahiya axabu ilaya mima talacad calayhi shams, caawa waxaa laygu soo dejiyey suurad la iiga jecel badan wax alla wixii qoraxu kusoo dulbaxdo,
يعني قرحته طبعا مركي صبح الدنيا دي كصبحده وحال وحي الدنيا الى سبحانه وتعالى ودح دغاي سوره داسان كجعلها بالنبي صلى الله عليه وسلم كدي بنوح اقري انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا كتاب وتلمام صلوات ربي وسلامه عليه وحكى لنا ماهم صوابت النبي قوت المام الصورة دا آدبان آدي آدبان أجع لها مركو لي وحو كوضا محايا الصورة إنا فتحنا لك فتح مبين النوامل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ودم داف النبي إله ذنبك سؤال فانا شأني سهلا ماهم رواية كلا الإمام مسلم الترمذي ورينا يان سند كسؤوس عد وحو قال يا صحابي جليل كها أنس وحليها أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى لغير قوله جل وعلا وكان ذلك عند الله فوزا عظيما نبي قال لقو سود الجي وحانا لسود الجي بوري مركو نبي كسو الله بتي الحديبية مركا سير لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض وحانا لقو سود الجي آيات وحا الله وحدو الكيالنا إذا لقى قجع البدية سورة دا وحالة الماما إنا هي سورة دي سدحية تبنات يعني وعنو لجي بعد المئة بقل إي سدحية تبن وصورة بقل إي سدحية تبنات مركة لترينية ترتيب الصور صورتو القرآنية أوررلي إي كرونو حيليهن هب لا تيريو ومروا بنا ونكسو برارجين دينا مقدمة إي مضلع كل صورة مركة مرن وصورة بقل إي سدحية تبنات في نزول القرآن ومركة لقبته قول كي جابر بن زيد وحي سودك سورة الصفن وأي كدن بيسي سورة التوبنا وأي كهر ريسي مركة الله تلمام آياته هذا سورة عليس كاله النبي قوليه لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إليه سقال الله تن آياته بيكا كوابان تايبس وحن الله تلمام سبب النزول كذا سي الواحد ابن الإسحاق يكورنا يعني المسور ابن مخرمة مروان ابن حكم إن لبضاب إيرادين نزل سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية سورة وحيكسو الدكتي ميالو لحيسة مكة مدينة وهذا نصات المانة ماشا يهيد وحين كهل ليسي أرنك الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا ومركي لإنك لتاذي إنك إيا قذشة أن قذن رمني عمرذي فنحن بين الحزن والكآب إذا مبروك إيو أي سوكا يتكتي بإلهي سبحانه وتعالى يدا أسودجي إلهي نبيك مركا سوليها لقد أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا وما فيها مرنا مما طلعت عليه الشمس مما على وجه الأرض رواية مركا كالدون وانو من دون صلح الحديبية حديبية تريدي تاريخ مركا الله بتوحوها شيز آدي يدعو لس فهنتي سأنو من دون مركا نقارن هدي إلهي يراهذو لقد رضي الله عن المؤمنين لكن قصة الضوان مركان إذين تلمامه ومركي النبي صلى الله عليه وسلم سحبه الكرام أي أهلوا بين أما أصاق الشوق والحنين إلى أرض الوطن أي سيرادين للكي لأن كسو صار مكأها ما دي بقول الله باتان عمرأة قذتان إيقو عدد كوني أفر بقال إلا كوني شنبقال إنت أود حيساء وأتي لي رمع عمرأي سنكرتان كدبنا أرن كمركا ونغض أرن أمو بحلقة بقي إنو الدقال ودعوه كدما تي وان وان يوضا هذا الماشا ويميد هشيسيا لك على الصحيدي هشيسيا ويحي كصوب بحي إيو ملابسات كي أرنك اللحيري ليبا سورد يوضو تابتي سلح الحديبية مركا ووح آدي يادو حلوو دول ديسو مركا لتاقيها المآلات الفقهية مركا لتاقيها الفوائد الفقهية ووحيا وفر بضانا مانتا حرير وين لالة الدنيا دا مانتا أنو جوغنو إيو قضايا فربضان الساحة السياسية مركي هشيسة لله صحيحان وحيابها ما أنت أدمقشان وكلا مثلا هشيس بالستين إسرائيل وكلا كان نحمر وكلا هشيسان كلا دون ذاتك مسلمين تأجلان هدنوين كلا قلا وما يشاء الله قصة لأيوه يسول حديبية ما يشاء إذا نقول تجدون هدي إلي سبحانه وتعالى إلا صورة دا نحي حنبارسان تهاري هرامبا بشارة النبي قال الله بشاراني صلوات ربي وسلام عليه مؤمنين تنا الله قب بشاريني بشارة دا وحا أيتهي عربت دنب إن أي أيلو بدونتو ضد كان مؤمنين تأ وأنا مركا لقد دولو سلح الحديبية وحمحن بارسيها وفائدة مركا لقد دولو إن إلهي سبحانه وتعالى نصري وكت المامي هدنا فتح وكت المامي هدنا إن إلهي سبحانه وتعالى سكينة وكسو دجا ضد كان مؤمنين تقلوب تودا
إني مرقت إلهي سبحانه وتعالى وكقاضي محي إلي أضو إنت صواب بحي ما أنتنا أود له أود إزبيدي بيت إلهي عدك حكت أنجرين وبيت الله أه أضدك أن كوضا لحي إنو نين أضو كلا ولي قال إسكاهر تاغو ويراد مقلي كرتد لول كانو لول كاغو إياهي ماشي شرعات كلا لتيئة يعني وحسها لان مركة ماه دام طبعا مركي النبي صلى الله عليه وسلم يري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجيس كانو قادنو اسكلا بانو ديب دم ان وصل لابان دوناي ارن كاس عيري بو كنو دك لقي واي وحا كمد عمر الخطاب رضي الله عنه مركه واتن ولي نيكا صحابي انو اهد يد امور غيسن او ان قادن لا نهي سي ما انت صورت قال كن نقط بيت الله ان لني كور استاغو ايا الهي سبحانه وتعالى قلبي جين ودجي السكينه تانكويلتي حسلوني يا الهي سبحانه وتعالى قلبي جين سو غلي سوره مركه موضوع عاي وبحضرون هانتي محل مالك هدي عدد يعدد لغه هليو مؤمنين تاود اي وحي سغا مقونيان بي لهاين وي وي بعدي كرين عيدانك انتو دونه هنقده هدي لحد اي هدي لدي لا عده يعدب انتو ضد هويسن بي هاين لكن الى سبحانه وتعالى ما قدر سوره وحي كهذا شهدنا النبي صلى الله عليه وسلم كرامته وكله عند ربه جل وعلا اي بلنتي الهي ويبوها يسو الى سبحانه وتعالى وفلي مؤمنين تسجار الله امانه ليعزروه وطنلة المامي إن إلهي سبحانه وتعالى أما الرسول كيسى محمد أي تعزيريان وأولجيذ أي وينيان ويوقروه ويسبحوه ويحيو دنبانو بحضونا بيعذي بحضان الله بحضونا ولوصفك كان أهم ومننتو إني آدياد وإجلاليان نبي صلى الله عليه وسلم وأوصافتي كقرني في التوراة والإنجيل وأنو بحضونا بإذن الله سبحانه وتعالى كدي من شأن الحديبية بالله بحضونا سورة وحي سيبا أن أي أهي ذار تيسي أما با أي آجاد أغفة ذي حيسي ضد فربضان أو مركا كا ديب دعي أما إمان واي قوبتي لأي سوكو تلقالي إن مركا ضدك أي سوحا دران كدي مركو النبي صلى الله عليه وسلم دان وسمي استنفار وسمي وجهات كالله دقاقو أما النبي يري صلاة ربي صباح عن آدني حق مركو يري ضد فربضان منافقين أما قاران منافقينهن لكن فلني ما يبقذنو أي كجرتي بقها دغاي ماشي اني سو بخيوايان قليهانا سورد وي كهدلي سام مرسيه انن جيرين marka meesha keen jalla wala marka wixiri inna fatahna laka fatham mubina inna innahu hada kalimat ilahi subhanahu wa ta'ala madhin ana fatahtu laka fatham mubina aw wixiri inna alga marka macneeda maaha ilahi subhanahu wa ta'ala in eid kala ay wehlido ama qof kala u wehliyo أما خالقك لأجر إلهي أمرك اللوه ذاك معنى هذا ما اللغة العربية وحي كدر رسالتي أساليب مرك قفك وحوين وكهلي أما قفك وقف مقام كيسو سرية وياي وإلا المثل الأعلى حتى بقرك إيه أميرك إيه مرك وراق قريان نحن الملك فلان من فلان بينهان أنا بقرك هبل هبل معنى معنى هذا ما هي النقا اللوجي ولا قدي حتى مرك قفك نوعا ما وكسر راس انا وحس نو كيني سوالد ارود شانيغا ان موجيسد سومالي بي كوجيرتا او انجليش بي كوجيرتا او لوقول بال اديكسدا تانا مركو وحي موجي وحي دهان وا ضمير المعظم لنفسه ومجعيال قفك النفس دي سوينين مقام كيده حسي رب العالمين مركو وحي انا فتحنا انا انغا فتحنا وحان فرني لك اديغا فتحا فرس فتحك سو مبينا وين ليغفر لك الله ليغفر لك سو إلهي سبحان ليغفر لك سو كوغرد الله إلهي أذيك أم محمد سو كوغرد ما تقدم وحي هرمري أو من ذنبك ذنبك إيو ما تأخر وحي دبدعي أو من ذنبك ذنبك إيو يتم إنو رميستر رب العالمين نعمته قلديس عليك ذي كورد رميستر إيو يهديك إنو كهنونيو صراطا وضئن كوغهنونيو ودداص مستقيما توسن اي وينصرك انو الهي كوغرغارو وينصرك الله انو الهي كوغرغارو نصرا غرغاريس غرغاريس ساس عزيزا حق بدن اي وخلا تابان كرا ساس الهي سبحانه وتعالى او تلغل هدبا وخا لوو بلاوداي ان لوو بلاوداي يعني ان 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 نحن ماشي لغا ديه لهو هلكا ماركا وحال ربا إن لم وجيه كآبادي مسلمين تكتمد كدي مركي هدنة هدنة نوعا محبة جوجين هشيس إن لك على الصحيح ذا وإن يسكر رجال عليان المدينة ونورا كل أبطان وقتي كلام مضاشو أيتها أيديب أسو الرجال عليان أرنكب إلهي سبحانه وتعالى تلمامه كلمة فلحة اللغة العربية
ومرك الباب حيران مرك أتفرتيد أفتح الباب فتحت الباب الباب حيران باتفرتي خزند يود حيران مرك أتفرى كركتيد أما باسورد اللي هذا أتكفرتيد يود باتفرتي وتنقران كولي لا تفتح لهم أبواب السماء سماء الباب ذي الله مفرو معناها سوى معناها أي دهان حقيقي أي كلمة دو إلا هذا لكن واحد جرى معنى يسوي مجازي أما با لو أذيك سذا مركا فيجراتيفلي موجني قرقار أما قول قفك مركو قول وسوه يو لول كاسان وفراني وماشو إنجليش كان كويس وكرده لول كابان وفراني مركو قفك انتو كدو له ضد إسهيان أنا عدو إسهيان لول كيس مركا اللي قدو له عدو أنت كجع عن سريسد لول كي أدق عن تكدكتد عدو أد مال سارتد وحن لا أنها فتحنا هذه البلدة سادرتد ملي كلدونا مسلمين تأي جهات كقاذان يدول لنا ذي كلدونا رولك أي كفرتان وتن تاريخ ذا اللي هذا الفتوحات الإسلامية وطلقوا مقعبة فرشدي يقوله كلدونا مسلمين تأي سوهين مركي أي الدجال تجان رولك كلدونا أرض إلهي كمده وتاريخ سجارة له دراسي هالضبا معناها مركه معندما دام إسرائيل لكن بدنا هدي فتح قال لأديكس بدنا وحول لحريرة جوش ضدك إيشوهيان هي مركا وحيها لأن لكن وحلا تلماما علماء ذو حليه في اللغوين بدنا فتحه انتصارك هدي ويعني نهاية سويت غنيمة غنيمة الله صاحي لو حد قال الله صافرته أم عاد قال الله صوت حابي إذا قل كيس أن لجلن ففي هذه الحالة بدنا إطلاقه سمركا مي ماذا صدرت وحن تلماما فتح خيبر فتح مكة لكن ما قال فتح بدر مع البدر ولا استقال غنيمة يأسري وأقدم به فتح أحد لما رها لكن ما حلقوا معه غزوة أحد غزوة بدر بدنا مركة أنتو استقال دعه غنيمة يعاد ضدك الله يسكت حابته WOP ماشي إيمانان وقلا وقلا ذا كله بريزنرز كإجعان تكلك تو أما إصوات حابته بدنا فتح لما معه وحلقوا معه غزو صدرت اللغة العربية وحن هنا غزوة بدر هي غزوة أحد لكن مركي أي تهي معركتي بدون غنيمة بدون أسر ومركة فتح قال أديك سدو هذا مركة لكن يضا صاع أي تهي هذا نوال أديك سدو وحيد هن مركة هذا تسامح وتجاوز لغوي ولا سك أديك سدو لكن أصلها ويكل الدوان تهي بدليل يكل الدوان محمود جنة نصر من الله وفتح قريب لبوك كلا ديك إليه سبحانه وتعالى نصر هو شيء فتح هو شيء وعلى كل حلقة يا با مركة إن معناها معنى لم إذا أي لو السعودي هالضبط فتحه كان أنو بحينا بإذن الله سبحانه وتعالى علماء وحي إليهن أما بعض المفسرين وحي إليهن وحلقة سوحكت بعض الصحابة سيد جابر بن عبد الله وحي ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية فتح مكة با. فتح مكة يعني أصل أهم بتحصيل كيس رسمي يقول على الحديبية هدي الحديبية أنا يجي لها سنة كل حد هشيس كاس إن أن لدقاء لمن ديب لو لابتو هشيس كاس هدان ودعي لهين مركة ما دعي لهين مركة إن المسلمين تسيس سهلان مكة كفرتان هشيس كاس دعي سنة كل حد وحو أقوق الحاري فتحي ويناء مكة المكرمة لفرتي تاريخ مركة أنفافة هنا نرنتي وحبضان بعدان دونا البراء بن عازب وعلى تعدون أنتم فتح تعدون أنتم الفتحة فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية البراء بن عازب يقول إنك فتح مكة فتح وأركتان نعم فتح مكة فتح بوها قول بيعة هاي لسوهي لكن إنك بيعة الرضوان سنة كي اللي حاج هشيس كي لقلي نبي قرب كاقان تاقن هاي قريء النلال وحو أرنك كوبية شبتبة دبنا أقران ما إنه هجيزكي أها هجيزكا سنفتحون نقام بريساقا وضاد إنوفري وان أركي دونا بإذن الله سبحانه وتعالى وعي أها طبا أرنكا وحا موجي وهذا الكي إنير كهر مركا لصوت المام عبد الله النغفل الرواية دي سيهدى لصوت المام قران كماركي أذكر كشوحان نائمان دونا إله سبحانه وتعالى إنو يري فتحا مبينا إنو يري نصرا عزيزا إنو يري إنو يري وأثابا فتحا قريبا إنو يري ومغانم كثيرة تأخذونها إنو يري فعجل لكم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وحصلا محل قال يا مرك ان لولا جيده فتح الحديبيه ولذلك جمهور العلماء وحيقبان فتح صورة اي شيكتي انه اها هشيسكي دعي سنتكي لحد
دحمره ددك مؤمنين تا إيه كفارته دحمره هذا بقى وليالك واحد هن علماء ده محافظة الله جم جعابي إلا مش وحبي متجرين الدجال بمتجرين فتي على الله جم جعابي باعتبار ما آل إليه نتيجة أليم محايا خيبر الناس سهلا الله ما جلان ما كان سهلا الله ما فرتان هداني مسلمين تاني هي الأعداد فربضا أو بيريد كهجيس كلا كلا سهل إسلام كصوغ الشيء هدناء ضدك إصلاح جلان يوحي لما إذا نارك الدون نبي الله سبحانه ولا الجزهري وعليه يوم الحديبية حديبية مالين كيدي هجيس كلا سهل ذي فتح هدو جر قولتن وقوي إن مسلمين تيسوهين وحي هاي مالين كحديبية لا سهل ذي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحي من إصوغ كن يأفر بقل وته أو صحابة يساء مركي لسوغ جاري أما هشيس كي مركلا صحيح ذا وانو من ضمن محار رعي إن يركدي بإذن الله سبحانه وتعالى هشيس كي مركلا كلا صحيح ذي محار رعي مرك هشيس مركو دباد أكتين ماليه كلي حرة قابيه كلي حرنا باليه أن السو جد بجيرن ضدكي كلي حرنا سوقي دي كلي حرنا تجارة دي كلي حني بنيد أنت وإسكو فرميسا ضدكي واسدح جلابين تفرقوا في البلاد ني والله ماشوا ضمن كلا رعي محار يالي أمني بجيرة أمني مركو جيرو ماشى ضمن توسع ذلك كرتا تامرك وحيلي وليه هاي مركو هذا الكيسوق وذا وعلموا وسمعوا عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه ضدك حيجان سهلا إن الدعوة إلهي دقيستان إلا وضد حق قد مرة يسا مكة آد إنت آد إنت آد عد كاهر استاقي كرتاي مركا مرة جانس مركو حصاب بحد دعوة أي فافتو محايلة كلما نبضو أي جرتو كلما أمني أجرو كلما حبط يبندق لديقو دعوة إلهي آد بيفافتا رونهانتي محايلة ضدك وحاكا لحنبة هوب كاسا كالحنبة والله الحمد وحيرة ضدك وإسم غلان وحاد عن مركة فما مضت تلك السنتان إلا وقد جاء أول مسلمون قد جاءوا إلى مكة في 10,000 لوصنا مركة إدماتي سلح دبي سنة سادسة السنة السابعة خيبر السنة الثامنة فتح مكة وحاي مركة انت طبانانا كن أما إن كبضان طباني زيادة كن أو مسلمين إسلام كسوق قاله محل قفا إذي وإنتي أي دهان مركة و period of the treaty إنتي هشيسك أجريو لبضي سنة مركة أحد وحي حتى بحول ليها فلما كانت الهدنة أمن الناس بعضهم بعضا مركي هنذي لك لسحي ذي ذاتك آمن بيهلين فالتقوا ولا كل وتفاوضوا الحديث والمناظرة هل كان مركة وحال إسلاف صدي شاكئي الضاد علميات فلم يكلم أو يكلم أحد يعقل بالإسلام إلا دخل فيه أما بعقل الإسلام إلا دخل فيه قف كسو إسلامك الله شيئا وحو له إسلامك وأنا أقبله محال إسلامك ضدك مركة آمن سن إسلامك وحو كفا في أد أجد في الصور سيف بال وفا في ماهين ضدك مركة ضدك اللي إله ذكالي محال هيسا أن مناظران بل وحدانية الله أن كوض هاي منو ذيزم كإلهي دينة إله أن كوض مرن أن كوض هذا اللي مركة اللي إله حق ضدك مركة واضح وأنه قرية حتى هو مركة إلا تامرك اللي قد دوله فتح مكة أما فتح عن ولد جيدة الحديبية إنه فتح رسمي وها محامشة كالدوان قارنا بحيلين مية وفتح جيد عي خيبر مركي النبي وكسر الله بتاع الحديبية هذا مركز سدح رأيبان هنا رأينا له سلح الحديبية رأينا له خيبر رأينا له مكة سدح ذا الرأي وحوق بنا الرأي إنا له الحديبية محايا له نصوص طرن ولذلك صورة الجو جوذن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ونوع من ضنته وحنوع من ضن بإذن الله سبحانه وتعالى يركدب مركي عبار ولا سيوضة آياتها كدب إذ جعل الذين في قلوبهم وحاصلا لو قاتلكم الذين كفروا آياتها صلى الله عليه وسلم جو جوذن مركة كهل ليان سيدا نوع من ضن بإذن الله سبحانه وتعالى وحكروا لقوري مركي سيدا موقتة ضدك حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي لقط المامي حديبية فتح حوية قاربة يري أو فتح هو يا رسول الله ما فتح با إنه أود له أضطك إسكت لعين كرنا بقى بابد إنتنا لقى حرتي لقاها اللي اسكت كبهن اللي اسكت دارو اللي لابت ما تاصى فتح مركب سوى النبي نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح ها محام كل دارتي الله قعنتي سنفسد دي دي كجرته وفتح قول ميلا بكوين بولي في البيهقي بسندي عن عروة بن الزبير مرك أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعة نبي مرك كسر رجال عليه الحديبية آنين أصحابك كم ذوي والله ما هذا بفتح وحن فتح لقوم مقعابه صددنا عن البيت وصد هدينا بيتك إلهنا وأنا لا أدي ذي هدي جئ ودنا أشكنك بيتك إلهنا وطلق قلنا ماشي كوجور عنا وأنا لقى سعلي مكاسة فتحية
البابده بان لغا خرتي هذلك سو سوداي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لغارسي و غار هذلك النبي مركو خيره بئس الكلام هذا بل هو بئس الكلام هذا بل هو اعظم الفتح وهذا الحنبه تري هديب اجر فتح كان وين وي ما هي لو النبي صلى الله عليه وسلم روايه وحيت الماميسه مشركين تي با هيشيز ان لا غلى نبض بي راديين امام بي دل راديين دغالكي كبحسنين اذنكو سالمين وبدبالي غانمين وحصار العصبي ماجورين اجر هلي بعد دي بقول لابتين هلكات كتيمادين مركز سيري فهذا اعظم الفتح كم بفتح اوينا ما هالمانتين مالك احد اذ تسعدون ولا تلوون على احد مالك عقاب حكد ييسين وايضا دي بسوء من الحسنين وانا ادعوكم في اخراكم انا اذن يري انا سيت يوم الاحزاب اذ جاءوكم من فوقكم من اسفل منكم مال انت هو انت اسكو كاي مركا اي صوب هايستان او كر اي هوس بل اني كاي يمد هرت محسوستان واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ما انه انه مركا اي قد جلان قلوبتنا اي كلحناها غارين وتظنون بالله ظنونا قف البنا مليس مال اي قراعيسي مسلمين مركا وحيران صدق الله ورسوله وهو اعظم الفتوح والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت ولا أنت أعلم بالله وبالأمور من هذا إن صح رواية هذه الصحضة هبكا بمركو الرسول الله أذا نجيقان الله إله وفاته هل كان مركا وحن أرورنا أدلة وحن أنه كل ما نعنا رأي فتح وين ألا تلمام هو صلح الحديبية لا غير هدي نعم فتح مكة ونقنكر لأنه ماذا فتح مكة لما جارين لولا فتح الحديبية فتح خيبر لما جارين لولا صلح الحديبية إذن محنديه كرنا مركة صلح الحديبية هو الذي مهد الطريقة لفتح خيبر وفتح مكة إساقا وضع مركة فرح الكاوة مركة كدولين مركة هالضبا ليغفر لك الله ما تقدم هذا الضمير لك وحلقوا معك في اللغة العربية بدل اشتمال محايا لجد إنا فتحنا فتحا مبينا لأجلك هذه قدرت لماذا كو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كو إن إله دنبك هري دنبك كي هري كي دنبك إلا الضعف لبا ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك نعمة الله تام يلو سدح هدايته إياك الصراط المستقيم وضد إن لقوتوسي أفر نصره إياك نصرا عزيزا أفر تاشي ومرك إذن هذه الأربعة من ضمنها أفر تنوحى كجرة المغفرة إذا وحى لنا المغفرة وحيكمتها من جملة الأمور الأربعة أفرتي أرن والله سبحانه وتعالى نبي محمد مركة أوسي إذن اللام محمد لام أجلية لأجلك الله عز وجل فتح إذن لام هذه وحيدها لام التعليل في عند الأصولين كذلك ويته الضوء إكرام إليه سبحانه وتعالى وطلق نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه الإكرام سؤال أقوه الرئيس مركة إيماني سوحيته ما هذا الذنب الذي تقدم والذي تأخر دنبغان هرمري دنبغان هرري كان قذال جري النبي قال لقع في طلب محوها دنبغا كان النبي قال صلى الله عليه وسلم دنبغا لي صلاة ربي وسلام عليه صلاة ربي وسلام عليه ميساق دنبغا لي كوهرتا انت اينا انتا كوهرمرين وحربا اينا انت المام الزمخشري في الكشاف وحليها داد هذه كيف يجعل فتح مكة إلا للمغفرة سيؤون قنكرتا وحليها لقامات ديجينة أمور تأفرت المغفرة إتمام النعمة هداية الصراط المستقيم النصر العزيز بقيبك يوح كلامه لكن ذنبك نواكن علماء حيدهن ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة انت هذا الرسول أذيك آذان نقل وحكاة دعي إلا النبي قوار رسول نقل أفرت نجر وما تأخر مركي الرسول لقعد لك يكدمنا وحكاة دعي بناء ذنبات هاي هذا الكاء الطبري سفيان الثوري انتو ويورين الطبري مركي الحليه هاي أرجو الله أبانا ياك قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح وآخر كوامح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بلمدا هضبا أمضى ما تقدم قبل الرسالة إنت إلهي سبحانه وتعالى رسالة ذكو ديب وما تأخر إلا آيادا وكسو الدكتو قاروح إليه المرك ما تقدم جاهليه ذي وحي كان دعي وانت اللقو وحيون وما تأخر وحوى البق ودنبي وحتى هذا سمين إله وكور داف
انت ويسكون نغنغني واركت ما تقدم قبل الفتح فرشد انت انا ايمان وما تاخر فتي كذب وحدعي ما تقدم دنبي اي جلان ابها وادم اي حواء وما تاخر ومضى دنبي اي قشي ما تقدم اي من ذنب ابيك ابراهيم ابها ابراهيم دنبي او قلي وما تاخر من ذنوب النبيين انبياء دنبي اي جلان ما تقدم من ذنب يوم بدر ما نك بدر دنبي دعي وما تاخر من ذنب يوم حنين هذا محل رجل يوم بدر ويوم حنين وحليه الامام القرطبي وحليه نبي مالن بيروح يري مركو اركي عدد كير دغالك غلي وحلي اللهم انتهلك هذه العصابه لن تعبد اله كوحدا ير يا سدح ذا بقول يو كالكوس ها ان بدنين ربه هدي قليهن لهلاقه ومانتا كرك لغا جوري لن تعبد مركو يري بيوحي ليها الامام القرطبي وقيل مركو ليها وجعل يردد هذا القول دفعات وسعل النبي صلى الله عليه وسلم كذب اله سبحانه وتعالى وحي يري بالله ويري ليها الامام القرطبي هل كيكو اغات اذيك ان اني لي عابدي دونين مركو خوغا تا وحي كاهيد بيليه ذنبي اما ذنب المتاخر ومسلمين تمركي اي جبان وددكو دون النبي ولها لاديركي عباس ان اديركي ابو سفيان ويرنا ولاني كفا من حصب الوادي ورجعت إيسو الجلية عن توب ير أو قرورها تجن ماشاء هذا مركي لودي بكد من انتو قاده ضدك ويرشاهة الوجوه حاميم لا ينصرون إنه يري كد من ضدك أدن مركب باب أي النقدان لكن قول كاس قول ضعيف وأجي هاي محال أصل بحاميم لا ينصرون إنه يسوء أرورين مرها نصوص شيئا هالضبع وحليه أبو العلي الرذاباري وحليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي لو كان لك ذنب هدي بذنب جيري لها هرأي ودعي إله وداف أما هدو ذنب ذنب قدالك إيمان دون حتى كاما بدعي إله وداف قولك الملك إليه كبديك إنو ذنب هرأك هكذا كاما يعني ما بدعين بإنو كادعي إله وداف إنو دعي دون سورتقلنا مهن إنو كادعي إله وداف إنت ومرك والليري وحيا هاتبا إله ذنب جيسو دافي وحن أدنى حديث بخاري ملك عائشة يا رك ترضى الله عنها وأرضاه نبي يقول تكاني ليل وتكاني وقد تفطرت أو تفطر قدماه لبي يسجمدون أي دلدلعين أي لاذا يا رسول الله ولما تكاني وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم ما تأخر إذا ذنبي يهرى إكيد ذنبي ضعفي والنبي يقول له أفلا أكون عبدا شكورا أموانا أهانا أضان إله أمها النقى مع نهوي ويتم نعمته عليك من نعمة آياد أي شيك تقالوا حين وجنة ذي بوى النبي النماذي موافته مكة طائف في خيبر ما وحلا وحي جباب براء إن إله سبحانه وتعالى كو خضوعي ويهديك صلاة مستقيمة تبت توصلنا إن إله سبحانه وتعالى كو بهنوني إذا مركو واحد أركي يسأل ليغفر رقيري اللام هذه لام القسم غير صحيحة مع لام القسم مركا هدي أي تهي لام القسم مكسورة من نقطه مركا ليغفر لانتا لام أجليو إن إلهي لا فضل لك أذيك ليغفر الله لك سوء إله أذيك كغرافه ما تقدم أي الذي تقدم من ذنبك وما تأخر أي الذي تأخر من ذنبك ويتم إن رميستر هذه نصبك لانتي كغر لغانتها نعمته قال لديس عليك أذيك وكغل ديس يوهديك وكغهنوني صلاة وضع وضاص مستقيما توسا وينصرك إن إلهي كغرقار نصرا غرقارس غرقارك عزيزا وين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الله جل وعلا الذي معبوده أنزل سودجي السكينة حسلوني ذاك سودجي في قلوب المؤمنين مؤمنين تقلوب توذا الله حسلوني كسودجي ليزدادوا إني كرر صدان أي كردستان إيمانا إيمان مع إيمانهم إيمان كوذا للقبه إيمان كوذا لجركي سيني إيمان أي كردستان ولله إلهي وحوه هذه جنود السماوات إرركه عيدا كوذا إيو الأرض وجنود الأرض للك عيدا كيسا وكان الله إلهي وحوه هذا حدنا ويهي عليما أليه علم بضن حدنا حكيما فلسن ورب العالمين جل وعلا هل كان مركة محام مركة الله كان آياد آياد إلهي سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وصوت الماني سيكولوجيات كآيادة لحيري ملابسات كيده ضد كوني أفر بقول إيو زيادة وصوت طبعا وشيستو إسلوب البيت إلهي قد عمره ديسي قد
والبابك اللي جحرتي ودريمي كرتادتك مركة وتو سحابي وير ونحن بين الحزن والكآبة إذا أدى نمر كيسنا ورسدام ما أنت وأنتم لا تغلبون عن قلة إذا عدد ير أيضا هاي نضتك إسكدي عنكر محل دين علي إذا نقول تاجنتها قفك قلبي سنة مركو حاجة مرق أي صاقة شم حسن لصامة إلهي سبحانه الطبانين ونقصور إذا مرك سكينة سكينة ذا مركوي مرك أنزل إلهي سبحانه وتعالى كتب السكينة في قلوب المؤمنين هل قام مرك قلبي مؤمن كوا على قد جوال سكينة ذا نوحي قصة لعلها وحن الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمان كلما قفك سكينة قلبي يسوع صاقة إيمان قفك كرديا لكن سكينة يحسلوني هداني يجرين قفك قلبي يسوى قلبي متأرجحة وإسبران بري أنا سقننو ألا بذكر الله تطمئن القلوب كلمة الطمانينة مركان سوشر حين أصل كم حي كتمن وتندذا وأفر تردى كو جيسك مصامير طلق غرف تهديل لغتك تندذا دبايش أمر بردم وطوري سوصوما لكن مركي أفر تجيس مصامير العلوس أما لقحان لغسارو تندذا ويفريسانيسا ومن هناك جت كلمة الطمانينة إلهي مركب حول ليدخل المؤمنين مؤمنين ترى إنه قليو والمؤمنات هوينك مؤمنات كها جنات جنات إنه قليو جنات كاسو تجري أي درسان يسو من تحتها أي تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيالو أي درسان يسو خالدين حالي كوا ريان فيها جنات كأدحذو ذا إيو يكفر ربي إنه أسطره عنهم يجي حقه ذا سيئات محمه ذا إنه أسطره وكان ذلك كان وحو هذا عند الله إلهي أكتس فوزا ليبان ليبان تسو عظيم وين هل كان ليبان وين بقى هاتو مركب عن كسوة تقنى جنود السماوات جنود السماوات وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي سبحانه وتعالى بقى قرنكر ملائكتي بقى جنود جن أذا نركين بقى جنود خلق أذا نركين بقى جنود جمادات كإلهي وجنود سو مركي دقالك أتقليسين إلهي سبحانه وتعالى الريح دبيل سو مصادرين سو قبول مصادرين صراب لقوم صادرين وحياه صنوا وجنود إلهي وعلى وحي أنجا ما أنت نقوم غدا جمادات إليهين وعيدا قفك إلهي سبحانه وتعالى وكأذي جنين ضارتك ووح شق الله وقبت قفك إلهي سبحانه وتعالى والرومال إنه مرة فتحاد يدا روابك اللي حاد له جريها ضد الدنيا بلتكي دنيا إسكك هالصورته ضبك عن استاجين نوعا ما ظلم قفك ولا صوبيكته أنت وحي كم يقول لها جنود ربك وعن إلهي سبحانه ولا جنود السماوات والأرض إلهي معناها سو مركة تنوى مجلة وعلا هدب قرآن كأرق بعض المفسرين وحيلين نبي محال إيري ليغفر ماذا قيل في حق النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مؤمنين تنوى محال إيري ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات النبي فضل بوها لي مؤمنين تنوى كريب دي بيهر هدان إلهي سبحانه وتعالى محوير النبي ويتم نعمته علي مؤمنين تنم حاليري وأتممت عليكم نعمتي إلى هذا النبي محيير ويهديك صراطا مستقيما إلى محادنا في حق المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما إلى قرآن محيير وينصرك الله نصرا عزيزا في حق المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحصل أمرك وحموجنا نارك كلما النبي وحصل عن أكانكم مسلمين تنوى أبو حسام يوي إذا كمؤمنين تها إلى مركب حوله ويد ويعذب المنافقين إي منافقين تئنوا عذابه هل كان مركب لصعه كرلقا ليدخل إي ويكفر إي ويعذب كل ما شاء سيكوة تعلقان وأنا لام تماشى كرلقا صعدنا حقا سو كصعدا مركب ويعذب المنافقين منافقين تئنوا عذابه إي والمنافقات دمرك إيو منافقاتك والمشركين رجا مشركين تأ والمشركات هوانك مشركات كأ الظانين ملين بالله الله سبحانه وتعالى ظن السوء حميدة ملذيذ عليهم دشود الله وقد دلها تأ دائرة السوء حميدي وريس الله دل ياله وغضب الله إلهي باع عروذي عليهم يقعوا عروذي ولعنهم إلهي النحريسي وكديري وعد لهم ربي يجي ودياري أعد وحود دياري وعد وحود دياري رب العالمين لهم يجي جهنم جهنم ودياري وساءت وحا حماتي جهنم حماتي مصيرا ما الله الله بت ويعذب المنافقين والمنافقات هذا وضط فربضان منافقين أياجري قلها سعيدة عذاب بين متيستين منافقين توحال إيري مالين كيف فتح مكة
وتن لا يعني لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنهم حيال أصلا وحي هين ضد حالات مركة كسوغن أو شرك وكسوغن مركة الظانين كلمة دانو بحينا وحيتها الظانين بالله ظن السوء مرحن وحي سير هذين محمد هدى يعني هدى مركو وطقو أفكار الله صعد لقانا مقال هذا اسكي عيلين كران كون يافر بقول انت يكون بحن بيوحي لين ضدبان مالا كسع مريسانينا هدى الله صعب بينا أكالها بينا وضد هالمر أفكار لقشان دون إيا إن إلهي سبحانه وتعالى ومنين تقول أن أقر قارد دوني بأي اسكاد عدي عيان وحي كم يتوحيابها أي براميته اسكو قفلين أما ظن السوء يا مالذي حميد عليهم دائرة السوء إله إياه يكسو كلا في ريسا ما شكتين إليه الله كدل كان إياهنا يعني وحن أي ليهن محمد وعلى جبين دونا جابك يوكو إيمان دونا محمد يكو حديث واللقاعد كان دونا إن لقاعد كذا إياه لقاعد كان دونا وما إلى ذلك وآياد مركة أي موجنيس بإذن الله سبحانه وتعالى إلهي مركة وحيد ولله إلهي وحوا هذه جنود السماوات عرك إذن كوذا إيو الأرض وجنود الأرض لولك عيدن كيسا وكان الله إلهي وحوء هذا عزيزا اللي غالبا لقعت كان حكيما إفلسا مركا لامر بالسعلي ولله جنود السماوات والأرض وحال رابع إن لي هذا وارضضوا شلا مركي خدنا ذا لذين أقبل سيني أما ولنين تلمامي إني إيدو فائدة بضنايد معنى إذا ماها إن إلهي سبحانه وتعالى أن إليه لينكرين معنى إذا ماها حتى هدي الذين كبضين حتى هدي الذين كأود بضين إلهي سبحانه وتعالى جنودي سمتقان متقانان إلهي سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أي راس مركي لقاها اللي إلهي سبحانه وتعالى واتنو إذين صدر الرعب وقالت اللي قسور رغو رعب وأرققح تاني إن اللي قسور رغو أما اللي قسور رغو قلوب الأعداء ونصر وجند من جنود الله رعب رعب إسكسعد وجند من جنود الله ضبيط يضا ضبنيس جند من جنود الله إلهي عيدا موين عليما حكيما بآده ركو ختمت إلهي ولا صعدا فيل ديغا إدقال كالصعدا إيا سيدا آد إسوتهين مركا نمبر أهان ليسوكين آنين عزيزا حكيما أود مركا إتهانا إلهي عدكو هاي ستا مركا ملا إنتو با أيتهي مركا إنا المرغوتان ماها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله لتؤمنوا بالله ورسوله إنا أرسلناك إنه أرسلناك وان قدرنا النبي محمد شاهدا حال تاكيك مرخاتي كعية ومضاضة ومبشرا حال تاهمتك بشارين لمن آمن بالجنة ونذيرا حال تاكيدك لمن كفر بالنار تاصر تقدرنا شاهدك وماشي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله سبحانه الأنبياء يكين الدون ويكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس آياته النصال الله وكلو يعني أمضى هذا إنا تقارسيسي حق إلهي كل الصدري إنا مخاتيك النقد أرسلناك شاهدا حالاته ومبشرا حالاته ونذيرا حالاته انتبوه لتؤمنوا بالله ورسوله هل كان مركز الله بقراء كجرسته قراءة الجمهور على قراءة الجمهور مخاطب خطاب سوى الجهدي أو لتؤمنوا بالله أما لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وقراءة إيش جمهورته إقرأك ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه أوكي إلهي سبحانه وتعالى مركب حول لتؤمنوا إنا رميسان بالله إن إله الرميسان ورسوله رسولك سيد محمد إن الرميسان وتعزروه نبيك صلى الله عليه وسلم آد حجسان وتوقروه آد وينيسان مركب عيلين هدي مرجع الضمير وياه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هدي رسولك هدي له علي هل كأقول برارك ماشان وحيا الله اسم الله اسم الرسول ماشيال وحكرا ماشيال أربعة ضمائر بمشيال ضمير كوجر تعزروه ضمير كوجر توقروه ضمير كوجر تسبحه وحنجد سدح ضمير بمشيال سدح ثلاثة ضمائر بمشتال هدي مركة ضمائر تنسدح هذا أما ضمائر تن هذا لذا الرسول كانوا علينيا وحد كي استاجس وتوقروه أو حال هذا لتؤمنوا بالله إن إله الرميسان ورسوله إن الرميسان وتعزروه رسولك آد حجسان وأدوغر قارتان وتوقروه أدوينيسان مركا وقف تام
وتسبحه أي وتسبح الله إلهي إن هفتان بكرة أروتي وأصيلا قلبتي. إذن لا يسبح للرسول إنما يسبح الله جل وعلا. إذن وحلنا وتوقره وقفتان حديئا نحن مرك ضمائرت وحن أعلننا سد حذاه الله سبحانه وتعالى وحال غربا إن المال سارتد وتعزره إن المال سارتد. معني كلمة التعزير في اللغة العربية بمعنى التعظيم ويموجسه كو بمعنى المنع نوي موجسة وحمرك الريبي ده سواء لردها تعزير حدود مرك الله له تعزيرك يعزر الإنسان حتى يمتنع عن الشيء قف كوا لتعزير أسوسا دم بيقول إنسانة مرك هدان أن ضميرك وتعزره إلهي بنوع علين هدان ده هدوا الله سبحانه وتعالى محن كعلين كرنا وحن كعلين كرنا إن إسقى ولد الله نسبه زوج الله نسبه ليرى هذا ورد الشيء ليرى هذا أمواله علي تاسن كعلينينا أمرك على تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه إلهي حميدي ولدك لو تيرن إن تكربتان وتوقروه إلهي آد وينيسان وتسبحوه إلهي آد هفتان بكرة أروتي وأصيلا قلبتي. هذا هو الكاس ضمائر تساس دوك لدوي ساو هدي ليؤمنوا بالله هذا إياك إن الرميان وينيان هكذا دوالي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إن الذين كوا يبايعونك كلا مبايعوني إنما يبايعون الله وحي لا مبايعوني الله يد الله. أما إن الذين كوا يبايعونك هشيسك كلا قليد إنما يبايعون الله إلهي بهشيس لقليا يد الله إلهي قعنتيس فوق إيديهم يقعمه ذي دلهات. فمن نكث عدي برسه وبلنت كبحضه اقوب يشه فإنما ينكث روحه وحوب بريه على نفسه نفس الديس إساقون باتيس أبريه. ومن أوفى ياك أوفين بضن أما ومن روحي ده أوفى أوفي يساده بما عاهد عليه الله وحو إلهي كلب اللمي فسيؤتيه إلهي وحو سين دون الروح إساقه أجرا بو سين دون أجر كاس عظيم آدي أدوين إلهي سبحانه وتعالى وسين دونه. هذا المبايعة في اللغة العربية محل رجي ذا وبيع وإليجنس بيعضو مركي شيز للقلي أمير بالا لا مبايع هذا بقر بالا لا مبايع هذا قف مسؤولة مبايعة بضنا مركي وحل السمين جل إليجنسي قفك بيعة قلي أيا قفك ولا مبايعونا قعنتو قلينيا أولي هاي محامكو قوله الشيي إن هوش السيدة عن إسكو اتفاقن إن النقطو وحالد والبقو نلسو كوسدا إن قرب كاجا تاجنا حالات دجالي حالات نبضات با ليبي عليس وناج يوحو هذا با نلاش وان ولا قيب سنة إن مبايع على هالكاو مركا أصل كم مبايع هذا نوح يتميد وحالي رقلها مركا مبايع على كلج لي النبي صلى الله عليه وسلم عندي سشريف هذا مركو ساء قدي جي قال راس يجون يجعنتو ذا ساء قدو صارين أما النبي ساء شو جعن جليين جعنت إلهي كسر ريسبا لي ولا جعنت إلهي سدى إته أسك هتأويلين هلله لحين مالك هلا آذن هديهن قدرة واي وحبا هديهن التفاصيل تقار كود ماشي كب أحيانا كب حين يد الله إله بس كل شيء. فالله عز وجل أدرى بنفسه منا استجعنا جرنا سيف الله عز وجل بما وصف به نفسه ورسوله إله بس كل شيء رسول كيسنا كل شيء كل شيء مرك بدون تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل سأيتها إن الله سبحانه من روحه كما جاء سوء ابن تيمية ليه جروكلا إلهي سيس إن الله داي مارك ما في داعينا هذا دا القدرة ومدري إيش هو الله سبحانه قال يد الله فوق أيديهم سيدة أدى معايا روح الله يابا إن التأويل كعرتيد هدانا تأويل كلا تكون دعادي هل كأنا كبرا قنو إن يرمارك هدان بدامنه بيعادنا من حقيقة هيد ما انطر روحان لهين ديبا نحن كشي يقدوننا قيب كم إذا وحن نسعنا نصوهر مريننا بيعادنا روحان هيد طبعا مركي أي مادين عدد قارية كن يأفر بقل إلا كن يشم بقل وربي إني عمريستان سنة كي اللي حاد وتي مركة لو دي دي مسلمين تأني ماشا قلان نبي مركو حدر عثمان من عفان عثمان من عفان بودري وهرام مكاد هشيس لصو قل هشيس كم حوقها إني إسكي كاية دايان وان عمري صنو وربيتك إلهي نود داية نغسو قادي شيسك عثمان مركو ماشا تقي
باوركيسه بلا واي كدبنا سوق وحا سو غلي هذا الاسلام دحمر يا له نيك عثمان ولا لو تغي ولا ديل زبينتن وحي تاغيهين هلكا لغا سو غلا مكه طبعا ددك حجك ان لا اادي مركسته او ميشل وكو براروجين جيرني ميشل صلح الحديبيه اي موقع اي كو تال جيوغرافيكلي وانا كو قرنتها مخارج الحرم مركا لغا بخي ميشي تاغيهين مركي وحا سوق لا سو غلي طارت اشاعه عن مقتل عثمان عثمان ولا ديل هذا الكلام مركي ودعي النبي صلى الله عليه وسلم قام بقاته مرك عثمان ميا لدي لها دقال بمرك إنه بلنا ضدك مرك ما يش الجوجي عدد كلا السعودي أو النبي صلى الله عليه وسلم حلق عليه شيس إن دقال كا أي كوا دقيب قاتان عدب أجرتان إنان يجرين ولذلك حليه جابر بن عبد الله مركو تلمامي بايعوه على ألا يفروا نبي هشيس لقلان هشيس كانوا حوا أها إناني عاجب حك الدين سلمة أكوع سلمة بن أكوع يا عبد الله بن زيد نروح له بايعناه على الموت جيري كلي إني نسوع ليسو بام قرب الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف مركه مركه أولي جابر بن عبد الله بايعوه على ألا يفروا إناني عررن عاجب حك الدين بي كله شيء النبي مركه أولي جابر مركه سلمة عبد الله بن زيد إليهن بايعناه على الموت جيري بالنبي كله شيء إن مركه إليهن لا هذا قول اسمه دي ذيان مع القفك أنا عررين والجمادي هو أي جاب تدقال كأكوس جينه وقف موت كجوا أيها الجريدة كجوا أنت سامة مرك اسمه دي ذيان هذا ما مرك وحلا شيء قال مالك أس عدد كيماش يسجد تجي النبي قال السعودي كوني أفر بقول زيادة لها عد كهرتي بلنت مجر لمن إلا اللهم العثمان العثمان ماشي متجوجين عثمان محلات دري إنه وان والله صار قال نيمان كرام مكأه النبي صلى الله عليه وسلم مركو حير جعنتي سميدك بوينتو جعنتي سبيع سأضل صاري بحير هذه يد عثمان هذه يد عثمان توا جعنت عثمان بمعنى on his behalf أنا بدل كأه بالنيابة عنه أنا بعلاقة هذا بوله النبي صلى الله عليه وسلم تامرك إذا عذك دب عثمان نمركو تو دب مركو صلى بتي إلهي سبحانه وتعالى صوصة ما تبيحي ويحل الشيء أنا اللي عنا واتنو مركا اسنا بعدي مركا للنبي صلى الله عليه وسلم عسبونيسي إيا نينك لوحا الله هي الجد من قيس السلم نينك أنا بعد ما قل إساق أردون تيبا لير رتيجي سكو قدبي مصوع دقاق منافقنا ماهين لكن حغاير رقا مركي ما لها قاركو الله طاقو اسكو وضمد ماها مركا وحا لينين نوعا ما حق عزيمة ذا إيو إي جيسيني ماذا اللو قاقد ديري مركا وبقاي باشي مركا كباسي كدكتي مانا صوت دقاقين نبي صلى الله عليه وسلم مالين كواتنو ليه هاي سيد الهي بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والنبي يقول حيري أنتم خير أهل الأرض لتكينا المانتا بيعادة إلقى لي لولك إلهي أنتو أون ودحدي إذنك أبو خير بنوتو النبي صلى الله عليه وسلم يري كدبنا طبعا واتي مركا هجيسكي انت كدب لقادان دونو وانوي من دونا قيب تصوصوت إلهي مركو حلي إن الذين كوا يبايعونك كله شيني أما كله شيني إنما يبايعون الله إله بيبيع لقليين حال الداس بيعدوا إدعيسي أما اللي جنسي أدعي أما النبي قالوا قله شيني على ألا يفروا أو حتى الموت هشيس قالوا لقلي إله بي له شيني يانو يد الله إلهي قعنتي سافوق أيديهم يقعموه ذا دول آتي الكامركة وحالة الماما يا جعنتي إياه دول أهاتي مركو نيوة بإنتو كانوا نبي قصاءوا دول صاروا صلاة ربي وسلام عليه هالكا جعنتي إلهي ودول صار رايد بالليه تشريفا فمن نكث هدب الروحي بريه بلنبات قشي هدي قفك أقوب يالو فإنما ينكث على نفس نفس دي سؤن بأبريه إساقا يعني فإن أي فضرر نكفي هذه المبايع على نفسه فضرر نكفي هذه المبايع على نفسه لبك كإيمانا يا برينتا أو برينا يا بلانتا إيكا بحيطانك أو كبحي باجينتا أو باجيني قوبيالك أو قوبيالي لبك كإيمانا يسا إساق أمبا أونقونا يسا عدك للو ذاكي سمر كاملا ومن أوفى روحي أوفي بماكي أوفي عاهد وكرب الله عليه ما قال الله إلهي أو أهيد على ألا نفر أو أهيد على الموت فسيؤتيه إلهي وحسين دونا أجرا بوسين دونا أجر كاسو مركة عظيم وين برب العالمين سين دونا قفك سيدا سوكلا
وإلى هنا بالله توفيق. أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران فيه الرحمة والغفران. بلغ يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. برد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يجفوه صواب. أنزله رب وهاب رب تواب رحمن. أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يجفوه صواب. أنزله رب وهاب رب تواب رحمن رب تواب رحمن. لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك لا تهجر.